أهلا بكم. الصين وروسيا على موعد جديد مع فصل آخر من فصول الصراع على سيادة العالم، وهذه المرة يدخل العملاقان من بوابة الغياب المتعمد وربما المؤثر وفق محللين عن حضور قمة مجموعة العشرين المقبلة في الهند، بل والتوسع في بناء شراكات اقتصادية وسياسية مثل البريكس ومنظمة شنغهاي، لتكون هذه المنظمات بديلا للتكتلات الغربية التي تسيطر عليها مصالح الولايات المتحدة والغرب. وقد يكون الموقف الصيني والروسي ردا على الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة وحلفاؤها على موسكو وبكين. وبين أمال الغرب وطموحات الشرق يبقى سؤال يطرح نفسه: هل تفلح جهود الصين وروسيا في وأد أمنيات الغرب في بقائه متزعما لقرون مقبلة؟ أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن شعوره بخيبة أمل كبيرة لعدم حضور نظيره الصيني شي جي بينغ قمة قادة مجموعة العشرين المقررة في الهند. يأتي هذا فيما كانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد قالت إن وزير الخارجية سيرجي لافروف هو من سيرأس الوفد الروسي في قمة مجموعة العشرين بالهند نيابة عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ويرى محللون أن لغياب روسيا والصين عن القمة تأثيراً سلبياً وتداعيات قوية، إلا أنه قد يكون مبرراً من وجهة نظر الفاعلين الدوليين الغائبين، بخاصة في ظل ممارسات عنيفة تقودها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها على روسيا والصين، على خلفية الحرب في أوكرانيا والصراع الأمريكي الصيني الذي بدأ منذ سنوات من خلال الحرب التجارية وأزمة تايوان وإثارة مشاكل مختلفة بين البلدين. وبعيداً عن الأسباب والتداعيات، إلا أنه في ظل الخلافات المستمرة بين الطرفين فمن الممكن أن يتم سحب البساط من مجموعة السبع وتهديد مجموعة العشرين مع موقف الدولتين الكبيرتين منها، ومع نفوذ صيني روسي يتوسع عبر تجمعات بديلة أبرزها بريكس والتي باتت تمثل بلاد الشرق بتطلعاتهم وطموحهم. لمناقشة هذا الملف اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي من موسكو دكتور رامي القليوبي الأستاذ بكلية الاستشراق في المدرسة العليا للاقتصاد بموسكو، كما أرحب بضيفي من بكين نادر رونغ الكاتب والمحلل السياسي، وأرحب أيضا بضيفي من باريس ميشيل فياض خبير الاقتصاد العالمي. ونبدأ هذا الحوار مع السيد نادر رونغ الكاتب والمحلل السياسي. سيد نادر، للمرة الأولى منذ صعوده إلى الحكم الرئيس الصيني يقرر عدم حضور قمة العشرين ويتجاهل الحضور في الهند، ما الذي أراد أن يوصله من رسائل وراء هذا الغياب وعدم الحضور الواضح؟ أهلا ومرحبا بكم. هذه ليس الغياب، الصين لم تغيب، لأن هذه مرة رئيس مجلس الدولة الصيني سيحضر. أعني التوضيح غياب الرئيس الصيني، ليست الصين طبعا. طبعا الصين هي ظلت تولي اهتماما بالغا لمشاركتها في المجموعة العشرين، وكذلك تريد أن حضور في مجموعة عشرين، وكذلك تريد المساهمة في الانتعاش الاقتصادي العالمي. وكذلك هذا لا يعني أن الصين عدم اهتمام الصين لمجموعة بريكس، بالعكس الصين هناك ترتيب للحضور، ولكن اهتمام الصين لم تتخفف بمجموعة عشرين، وكذلك تريد المساهمة في مساهماتها في الانتعاش الاقتصادي العالمي، وكذلك ظلت تهتم بدور مجموعة عشرين في الحوكمة الاقتصادي العالمي والتدوير العلاقات التجارية مع جميع الدول في العالم.
على كل أحوال هناك سيناريوهات يتحدث عنها المحللون لمسألة غياب الصين، سأعود إليك فيها سيد نادر وأخذ رأيك فيها بطبيعة الحال، لكن أيضا لابد طالما تحدثنا عن من سيغيب عن هذه القمة المهمة أن نتحول إلى موسكو مع الدكتور رامي القليوبي، لأسأل أيضا عن تفسيره لغياب الرئيس الروسي أيضا عن وعدم حضور هذه القمة، ما الذي يحمله أيضا من رسائل، ما هي التفسيرات المطروحة في موسكو حول هذا الغياب دكتور نادر؟ دكتور رامي عفوا. بداية هذه ليست أول مرة سيغيب فيها بوتين عن قمة مجموعة الدول العشرين، إذ أن وزير الخارجية سيرجي لافروف هو الذي ترأس الوفد الروسي إلى جزيرة بالي الإندونيسية في العام الماضي في إطار مشاركة روسيا في قمة مجموعة الدول العشرين. فبطبيعة الحال هذا إجراء طبيعي، وبوتين في الفترة الأخيرة بشكل عام يتجنب السفر إلى الخارج في ظروف صدور مذكرة اعتقال بحقه من قبل المحكمة الجنائية الدولية في مارس الماضي، ورغم أن الهند ليست من الدول التي يمكنها اعتقاله، وعامة لا دولة في العالم يمكنها اعتقال زعيم دولة أخرى يأتي إلى أراضيها، ولكن في نهاية المطاف بوتين يدرك أنه سيشعر بعزلة من قبل الدول الغربية في هذه القمة، وأن الإعلام الغربي سيستثمر ذلك لتصوير روسيا كدولة معزولة. هذا فعليا قد حدث في قمة مجموعة الدول العشرين في عام 2014 في بداية الأزمة الأوكرانية، وبالتالي يبدو أن الكرملين حسم المسألة لعدم حضور بوتين والاكتفاء بإفادة لافروف، وهذا لم يغير شيئا على أرض الواقع، حيث أن لافروف هو من أعمدة المنظومة السياسية الروسية، ويمكنها إيصال أي مواقف روسيا لأي أطراف أخرى. طيب إذا كانت هذه وجهة نظر بكين وموسكو في عدم الحضور، دعني ضيفي الكريمين أتحول إلى باريس مع السيد ميشيل فياض لأفهم منه أو أقرأ معه هذا الغياب الواضح لزعيمين كبيرين رئيسين لدولتين مهمين، أتحدث عن روسيا وعن الصين والدور المهم في مجموعة العشرين. هل هذا الغياب يمكن سيد ميشيل أن يمر مرور الكرام؟ هل يعني ذلك أن القمة ستسير بسلام وأمان ولن يكون هذا الغياب مؤثرا بأي درجة من الدرجات؟ أعتقد أن الغياب بالطبع سوف يكون له تداعيات، لأن السيد لافروف ذكر سوف لا يكون هناك أي إعلان عام بناء على هذه القمة إذا لم يتم وضع في الاعتبار الآراء الروسية ووجهات النظر الروسية. فإذا لم يتم الاتفاق مع روسيا والصين سوف يكون هناك فشل واضح في هذه القمة، ونرى أن مجموعة العشرين يمكن النظر إليها كامتدادا لمجموعة السبعة، والذي تنظر لها مجموعة البريكس كامتداد لمجموعة السبعة وامتداد للقوى الغربية، ومرة أخرى فهي مواجهة للبريكس. وكما تعلمون في نفس الوقت الهند بناء على أنها رئيسة قمة مجموعة العشرين في هذه المرة، فإن كلا الجانبين والهند من أحد الأجناب وروسيا والصين ربما يرون بعض الأسس العامة والمشتركة للوصول إلى مصالح مشتركة لتحقيق الآراء المختلفة، لأن الجانب الصيني والروسي لا يرغبون في أي شيء يمس بروسيا فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية. ولكن في نفس الوقت كما نعلم أن رئيس الوزراء مودي رئيس وزراء الهند جعل مجموعة العشرين وقمتها لها أهمية كبيرة لتناول كافة الموضوعات ذات الأهمية المشتركة والتي تضع عليها أولوية الهند، لأن هناك انتخابات قريبة في الهند، وهو يرغب أن يظهر أنه يمكن أن يحقق النجاح من خلال أن يجعل الهند قوة عظمى في العالم. وبناء على ترأسه لمجموعة العشرين في هذه القمة فبالطبع هو يرغب في أن يظهر نتائج ملموسة وراسخة من مجموعة العشرين وهذه القمة، ولكن لا أعتقد أن روسيا والصين سوف يرغبان
في أن تكون هناك إشكالية أمام رئيس الوزراء الهند وأن تكون عقبة أمام تحقيق أهدافه، حيث أن هناك علاقات طيبة وصديقة بين الرئيس بايدن ورئيس الوزراء الهندي، والولايات المتحدة من أحد الأجناب الأخرى تحاول ضم الهند في تحالفاتها، وبالتالي روسيا لا ترغب في خسارة الهند. هناك الكثير من المنافسات بين الهند والصين، وبالطبع الأمر لا يكون في صالح روسيا والصين والهند ألا يكون هناك اتفاق مشترك. طيب سيد نادر، يعني ما يشير إليه سيد ميشيل يعني ضمن ما يعني أنه هذه دول كبرى سوف في نهاية المطاف تغلب لغة المصالح على الاختلافات، سوف تعلي هذه المصلحة على عدم حضور رئيس الصيني أو رئيس الروسي. لكن للعودة مرة أخرى بالأسباب التي يتحدث عنها بعض المحللين عن هذا الغياب الصيني، أنه هناك كما تعلم بعض المشاكل الحدودية مع الجانب الهندي ربما كانت يعني سببا وراء هذا القرار من جانب الرئيس الصيني. هل فعلا يمكن أن نفهم هذا القرار على خلفية هذا التوتر؟ طبعا هناك يعني بعد يعني هناك بسبب أن الرئيس الصيني قد التقى بالرئيس وزراء الهندي خلال قمة مجموعة بريكس قبل أيام، فهناك يعني اللقاء بين البلدين، وكذلك هذه مرة الصين يعني دائما تريد أن تربط بين هذه قمة مجموعة 20 وكذلك بالتزامن مع مجموعة قمة الأسيان، فقمة الأسيان دائما يحضرها رئيس مجلس الدولة الصيني، في رحلة الجولة الخارجية يعني مشتركة، فكذلك هناك ستقام هناك فعاليات الاجتماع أو قمة التعاون الدولي لحزام وطريق الذي ستعقد قريبا في الصين في بكين، فكانت رئيس الصين هو تركيز على هذه القمة التي ستعقد في داخل الصين، وهناك يعني تحضير وتشخيص مكثفة لهذه القمة، فهناك عوامل يعني كثيرة يعني أدت إلى هذا الترتيب. طيب دكتور رامي، في سياق الحديث عن انعكاسات هذا القرار الروسي الصيني ومخرجات هذه القمة، البعض يلمح إلى فكرة أنه بريكس وبعد توسيعه مؤخرا بضم 6 دول هي مصر والسعودية والإمارات وإيران والأرجنتين وأثيوبيا، بعض الأراء في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض المحللين يشيرون إلى أنه مجموعة بريكس بقيادة الصين وروسيا ربما هكذا يقول المحللون تحاول بريكس سحب البساط من تحت أقدام الجي 20. هل هذا وارد يعني أن يكون في مخيلة أو في تفكير الرئاسة الصينية والروسية؟ كل التأكيد هذه الأفكار تدور في أذهان القيادات الروسية والصينية، حيث أن موسكو وبكين هما شريكان وحليفان في مسألة فكرة إقامة عالم عادل متعدد الأقطاب. ولكن في هذا السياق تحديدا غياب الصين على مستوى الرئيس عن قمة مجموعة الدول العشرين المعقدة في الهند تحديدا يعكس وجود تباينات داخل البريكس، لأنه من أجل تعزيز تكامل البريكس ووحدتها كان على الصين إظهار رسالة دعم للهند في استضافة مثل هذه الفعالية رفيعة المستوى، وهذا لم يحدث. وبالمناسبة هناك بعض الخلافات بين دول بريكس، فمثلا الصين والهند هناك خلافات حدودية بينها، وروسيا في الفترة الأخيرة أيضا مفتاءة من التقارب الهندي الأمريكي، وكذلك هناك خلافات مثل قيام الهند بسداد قيمة النفط الروسي للروبية الهندية، مما يؤدي إلى تراكم مبالغ طائلة في حسابات المراسلة
لدى الطرف الهندي والمصارف الهندية من دون قدرة روسيا في الحصول على هذه الأموال في شكل عملة صعبة واستثمارها. دكتور ميشيل، في إطار الحديث عن ما يمكن أن يسمى بوجود فجوة أو تباينات بين الدول الأعضاء في مجموعة الـ20، كثيرون يربطون بين ذلك وبين وجود كيانات موازية مثل البريكس، هل تقتنع أنت بهذا الربط؟ أعتقد أنه بناء على وعلى خلفية القمة الأخيرة لمجموعة البريكس، كانت هناك توسع في عدد الدول الأعضاء بمجموعة البريكس، وكما ذكرنا من قبل مجموعة البريكس والدول الأعضاء تشكل تكتل قوي، ومصالح هذه الدول أن تظل على علاقات ودية وحليفة مع بعضهم البعض في الوقت الراهن من أجل استكمال بناء مجموعة البريكس بالشكل الصحيح، ويمكن الاعتماد على ما حققوه بشكل واضح، وأن هذه الدول قادرة حقا على تمديد مجموعة البريكس وإضافة عدد من الدول المختلفة بدون أي مشاكل، ولكن لابد أن يكون هناك توافق إجماعي على من يضمون جديدا. وكما ذكرنا، أعتقد تماما أنه سوف يكون هناك تسويات بين الهند والصين وروسيا، وكذلك هناك بعض المنافسة بالطبع بين الهند والصين، وأعتقد في حقيقة الأمر أن مصالح الدول الثلاث هو الوصول إلى اتفاقية مشتركة. روسيا والصين لا يمكنها تحمل أن تخسر الهند وأن تدفع الهند في وأن تكون الهند في أيدي الولايات المتحدة، سوف يكون هذا خطأ فادح من جانب روسيا والصين. فبالتالي أعتقد بناء على ما تقدم وعلى أساس مجموعة الـ20 وقمتها، وعلى أساس الصراعات بين مجموعة الدول السبع ومجموعة البريكس، حيث أن مجموعة السبع والدول الأعضاء بها يدفعون كافة الجهود الممكنة لتناول الأزمة الأوكرانية، حيث أن الحرب الروسية في أوكرانيا من وجهات نظر مختلفة من جانب مجموعة السبعة، وروسيا والصين أيضا لديهم وجهة نظر مختلفة، حيث هناك كثير من المعدلات المختلفة من المشاركات والدعم المقدم لكل الطرف، وهذا ما يصنع هذه الفوارق وهذه الخلافات. فهذه الأمور سياسية في المقام الأول، وأنا على قناعة أن هناك تسوية ممكنة. إذن سيد نادر، إذا كان السيد ميشيل يتحدث عن أنه الصين وروسيا لا يمكن لهما أن يخسرا هذا الحليف المهم الحليف الهندي، وأن يترك الهند في حضن فقط الولايات المتحدة الأمريكية، فهل يعني ذلك أنه فعلا الصين حتى وعلى الرغم من عدم حضور الرئيس الصيني لهذه القمة في نيودلهي ستبقي الخطوط مفتوحة من باب المصالح الاقتصادية الكبيرة والمهمة بين الدولتين، أعني الصين والهند؟ يعني هناك الاجتماع اللقاء بين الرئيسين الصيني، يعني بين الرئيس الصيني ورئيس الوزراء الهندي خلال قمة مجموعة بريكس، فاتفق الجانبين على أن دفع التطور الاتجاه العام للتطور للعلاقات بين البلدين، وكذلك إدارة الخلافات بشكل مناسب، ويعني تطوير العلاقة التعاون ذات المنفعة المتبادلة، وكذلك حماية الاستقرار والسلام في المنطقة. فلذلك الوضع العام لعلاقات الصينية الهندية هي كذلك الإيجابية، فالبلدين كذلك أعربت عن رغبتها واستعدادها لتدبير العلاقات بين البلدين وإدارة الخلافات ودفع توجهها إلى نحو الأفضل. طيب دكتور رامي، في موسكو السيد ميشيل ألمح ضمن إجاباته السابقة إلى قضية الحرب الروسية الأوكرانية، هل يمكن أن نفهم بشكل عام الصورة وفي سياق أوسع ما يحدث الآن في مجموعة الـ20 من تباينات واضحة
بعيدا عن سياق الحرب الروسية الأوكرانية؟ بعيدا عن سياق الحرب الروسية الأوكرانية، هناك تنافس متزايد بين الدول شرق المجموعة وغربها، وبالتالي هذا التنافس هو يؤدي إلى نشوب خلافات، لكن في جميع الأحوال من الصعب فصلها عن الأزمة الأوكرانية. فمثلا موقف الصين هو شائك إلى حد كبير، لأن هناك تحالفا أيديولوجيا بين الصين وروسيا من جانب، لكن من جانب آخر حجم التبادل التجاري بين الصين من جانب والغرب الجماعي من جانب آخر يفوق التريليون ونصف التريليون دولار سنويا. ما يعني أن الصين التي تطمح في أن تصبح الاقتصاد الأول في القرن 21 حتى من جهة القيمة الإسمية للناتج المحلي الإجمالي لا يمكنها التضحية بالعلاقات الاقتصادية المتطورة مع الغرب رغم وجود خلافات. فبالتالي هناك طبعا عندما تكون المجموعة تضم 20 دولة ترشب خلافات بينها. سيد ميشيل، المستشار الألماني وعدد من أعضاء المجموعة العشرين قالوا بوضوح أنه عدم مشاركة روسيا والصين في القمة المقبلة برئيسيهما، يعني أعني الرئيس الصيني والرئيس الروسي، لن تؤثر بشكل كبير. السؤال المنطقي هنا، يعني إذا كان رئيسا دولتين كبيرتين كروسيا والصين لن يحضروا هذا الاجتماع المهم، كيف لن يؤثر؟ يعني هل يعكس عدم حضورهم أجواء إيجابية مثلا؟ لا أتفق مع ذلك، حيث أن غياب الرئيس الصيني والروسي سوف يؤثر على القمة وعلى المخرجات من القمة، ولكن كما ذكر الضيفان أن بوتين سوف يتم بإرسال وإيفاد السيد لافروف، والصين أيضا سوف ترسل بعثة ممثلة عن دولة الصين. أعتقد أن غياب الرئيسان سوف يكون له تداعيات، حيث حضورهم له أهمية كبيرة. بالطبع نحن نعلم أن خلال القمة الأخيرة لمجموعة البريكس، بوتين أيضا لم يتمكن من الحضور إلى هذه القمة، وقد أفاد بعض المسؤولين رفيع المستوى، وأيضا كانت هناك كثير من المشاركات بشأن اتخاذ القرار والتصويت بشأن ضم مجموعات من الدول الجديدة في مجموعة البريكس، وتم اتخاذ القرار النهائي خلال هذه المجموعة. سيد نادر، الرئيس الأمريكي أعرب عن خيبة أمله في عدم حضور الرئيس الصيني، لكنه استطرد في التصريحات لاحقة وقال أنه لابد أنني سأعثر عليه، بمعنى أن الرجل أعني الرئيس الأمريكي يقول أنه في نهاية المطاف الولايات المتحدة الأمريكية مهتمة بوجود الصين. تصريحه بأنه هناك خيبة أمل بعدم حضور الرئيس الصيني هو تصريح لافت في واقع الأمر. هناك في الفترة الأخيرة هناك زيارات المكثفة للمسؤولين رفيع المستوى من الولايات المتحدة للصين، ولكن هناك بعض المسائل الجذرية لم تنتظر لحلها، لم تحلها بشكل كامل. فلذلك نعتقد أن اللقاء بين الرئيسين في مجمع 20 هذه المرة هي ليس مناسبة، يعني مناسبة مناسبة للقاء. ف يعني هناك طبعا هناك رغبة الصين كذلك الإدارة العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، ولكن يعني هناك بعض كما قلت هناك بعض المشاكل الجوهرية يعني ما زالت تنتظر لحالها تمهيدا للقاء القمة بين رئيسين البلدين. دكتور رامي، منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية ومن قبلها حينما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في العام 2014، لم تعد العلاقات بين موسكو والدول الغربية وبطبيعة الحال مجموعة العشرين على ما كانت عليه. فلأي درجة فعلا يعني هذه التطورات أدت إلى ما يقول عنه بعض المحللين أنه يعني كسر وحدة
هذه المجموعة، وهل فعلا أثر ذلك على الأرض عمليا؟ وحدة حتى من قبل الأزمة الأوكرانية فعليا إلى أزمة في العلاقات الروسية الغربية أو بين الشرق والغرب، بدأت منذ الحرب الأيام الخمسة بين روسيا وجورجيا في عام 2008 وتفاقمت بعد اندلاع الأزمة الأوكرانية في عام 2014. وتكمن مشكلة الأزمة الأوكرانية بأن كل طرف دولي هو متماسك بالقانون الدولي، ولكن القانون الدولي يتضمن حكمين متعارضين، أحدهما يضمن حق الشعوب في تغيير المصير، والآخر يضمن أن الدول غير قادرة للتجزئة. فهذا أدى إلى هذا المأزق، أنه بعد منذ عام 2014 كل دولة أصبحت تدور في فلاتها وتفسر القانون الدولي على ما يناسب مصالحها الظرفية، وهذا أدى إلى هذا الانقسام داخل مجموعة الـ20 وغيرها من المنظمات الدولية. سيد ميشيل، ضيفي دكتور رامي يصف ما حدث في يعني هذا التجمع بأنه عدم يعني وجود وحدة واضحة منذ تطور العمليات الروسية والحرب الروسية الأوكرانية، هل هذا هو التوصيف الدقيق للأمر أم أنه فعلا هذه التطورات ضربت هذا التجمع في مقتل كما يقولون؟ من وجهة نظري أعتقد أن الحرب الأوكرانية بالطبع أثرت على مجموعة الـ20 والعلاقات بين الدول الأعضاء وأثرت على العالم أجمع. كما نعلم أعتقد أن ما نراه ونلمسه اليوم وبناء على كافة الأخبار فنحن نعتبر أنفسنا في حالة حرب باردة، حيث كل دولة تتخذ موقفا خاصا بها، وبعض الدول تحاول أن تحافظ على الحياة بما فيها الهند، حيث تحاول الحفاظ على الحياة بالقدر الممكن، والهند أيضا تشتري النفط الخام من روسيا، ونحن نتحدث عن ملايين البراميل من النفط، وهي كمية هائلة كبيرة من النفط المقدم من روسيا إلى الهند، وهذا يعتبر دعم من جانب الهند إلى روسيا. ونحن نرى بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة أيضا ترسل الأسلحة إلى أوكرانيا، وهذا يوضح موقفا متزايد في ضد روسيا. فبالتالي هناك كثير من التطورات التي تؤدي إلى أن نعتبر هذا الوضع الراهن بمثابة حرب باردة، وأيضا أثرت على مجموعة الـ20. وأيضا أحد الأمور التي أثرت على مجموعة الـ20 هو التنافس بين الصين والهند. كما نعلم مؤخرا لقد سمعنا بأن شركة أبل ترغب في تغيير أماكن مصانعها وانتقالها من الصين إلى الهند، وكما نعلم أن هذه هي فقط البداية للتحول في حجم المنافسة والموازنة. فبالتالي كما ذكرنا لمجموعة الـ20 والقمة المخططة، وبناء على نجاح القمم السابقة لمجموعة البريكس، أعتقد أنه سوف يكون هناك صفقة وتسوية نهائية مشتركة من أجل الحفاظ على ما يطمح إلى تحقيقه رئيس الوزراء الهندي بدون الإضرار بالصين أو روسيا. من باريس ميشيل فياض خبير الاقتصاد العالمي، أشكرك شكرا جزيلا، كما أشكر ضيفي من بكين السيد نادر رونغ الكاتب والمحلل السياسي، والشكر موصول لضيفي من موسكو الدكتور رامي القليوبي الأستاذ بكلية الاستشراق في المدرسة العليا للاقتصاد بموسكو. شكرا لكم جميعا.